عليا. الحلقات الجاية في مشاهد كنت أنا ما أعرف شو عم بيصير. ماذا يخبئ خالد شباط لجمهور كريستال؟ هون عم بحكي عن فاميلا الكيك. كثير بحبك. هلا إذا بدك تتحداني أنت رح تفوز علي. من علاقة جيدة وهادية لصراع وحدة كبيرة. بالشكل الجذري ده اتغيرت العلاقة بين شخصيتي محمود نصر وخالد شباط في مسلسل كريستال بعد ما اتجوزت فيه من باسل رغم الحب الكبير بينها وبين جواد. لو قادر شي تاخد مطرحي. بس سواء كانوا صحاب او مش صحاب كل مشهد بينهم بيكون ماستر سين وبيخطفوا فيه قلوب الجمهور بأدائهم واتقانهم للشخصيات. فبيقول ايه خالد عن العلاقة بينه وبين محمود في الكواليس؟ حقيقة محمود نصر نجم والنجاح دائما بيلبق له، هيك نجم كريم بدي سميه بعلاقته مع الشغل مع المشاهد، هيك جمعتنا مشاهد دائما في هيك افضل تاع هيك خلينا نساوي هيك. وده كان بيحصل بين كل الكاست وهم بيصوروا المسلسل في تركيا. في شيء بصير هيك بين الجروب، شيء عائلي كثير حقيقي، الكل خايف على بعضه، الكل عم بيدير باله على بعضه، طاقته بتروح على المشروع على الشغل، فبيكون هيك الكل حماسي، اليوم انت عملت شغله ظريفه، بكره عندنا مشهد هيك خلينا حسيت في شغله بدها شغل تعال نفكر فيها، وهذا الحكي بنكون ممكن عم نعمل اكل وعم نحكي فيه يعني قاعدين عم نتحدث. والكيمستري القويه دي والاجواء العفويه بين نجوم العمل لاحظها المتابعين في صورهم من الكواليس او في اشاراتهم ببعض. زي لما باميلا الكيك نشرت صورها مع خالد وكتبت له يا قلبي على هالخالد اللي عظمه على عظمه على عظمه. ممنون جدا لهذا الحب لهذا الدعم، عم توصلني الى يعني عن جد الى حد الخجل من انه شو يعني انه قديشك ظريفه حقيقه، قديشك داعمه، قديشك محبه، وهي حقيقه محبه وحقيقيه لدرجه هون عم بحكي عن باميلا الكيك محبة وحقيقية لدرجة انه خلص حاسة هي هيك بدها تقول فبدها تقول هيك لو شو ما صار، فمشان هيك وقت بتقول بهذا الحب الاشياء عن جد ما بتكبر لي قلبي وبتفرحني خير الله يعني. كثير بحبك. وغير المشاهد المميزة بينه وبين باميلا كمان شفنا ماستر سينز كثيرة بينه وبين ستيفاني عطلة اللي بتلعب شخصية فاي. مشاهدي مع فاي كثير كانوا يأثروا فيني، شو يعني انت تكوني بتحبي حدا حب غير مشروط وما عم تقدري تلمسيه ايمت ما بدك، ما عم تقدري تضميه انت ما بدك. وصحيح ان الجمهور طوال الحلقات اللي اتعرضت كان متعاطف مع باسل، بس باين اللي جاي هيكون مختلف. لسه الشخصيه في عندها تبدلات، ممكن العالم تبلش تغير وجهه نظرها فيه. ملاحظوا انا انه جواد خط احمر عندهم، فبس حدا يقرب لهم على جواد بيعادوه دغري. بعد عن مرتم الحلقات الجايه في مشاهد كنت انا ما اعرف شو عم بيصير، يعني يخلص المشهد يحس حالي كابه كل شيء من ضغط من طاقه من عواطف من احاسيس بقلب هذا النوع من المشاهد، انه حيكونوا مشاهده مع حدا شب مو مع فاي ولا مع عليا مع ولا جواد، وخصوصا انهم جمعوه بكثير من اصدقاء وزملاء الدراسه. نحن رفقات هون بسوريا، فادي حواشي، لين غره، بلال مارتيني، معن حمزه الاكتين كوتش، لما الرحبي ار دايركتور، كلياتنا كنا جروب هون بنشوف بعض وطلعنا وكنا سوا بتركيا، فكانت الحاله كثير كثير حلوه بالنسبه لنا. شو بوجبينك؟